كثير منا ما نسمع تسويق الكتروني في عديد من المجالات، في عديد مستخدمين التسويق الالكتروني، بس انه ما احد عرف تسويق الكتروني، يعني كل واحد جي يعرف تسويق الكتروني. هو في عده تعريفات للتسويق الالكتروني، طبعا هنا موجود تعريف، هو نوع من التسويق لسلعه او خدمه معينه على شبكه الانترنت. وفي تعريف اخر اللي هو انشاء عملاء والمحافظه عليهم من خلال انشطه الكترونيه بهدف تسهيل وتبادل المنتجات بين الاطراف. طيب هنا اهداف التسويق الالكتروني. قبل ما اتكلم عن اهداف التسويق الالكتروني راح اتكلم عن نشاه التسويق الالكتروني واهتمام الشركات الكبرى بالتسويق الالكتروني وجعلها التسويق الام لها. التسويق الالكتروني بعض الشركات جعلته هو الام، التسويق الام لها، لان عدد المستخدمي الانترنت، تفاوت عدد مستخدمي الانترنت، يعني لو سوينا احصائيه بسيطه يوجد 138 مليون مستخدم انترنت في الوطن العربي. طبعا يزيد العدد من مختلف الاجناس والاعمار، ولو سوينا احصائيه بسيطه على مستوى العالم يوجد 4 مليار مستخدم انترنت. هذه الاعداد الكبيره التي دعت الشركات الكبرى الى التوجه الى التسويق الالكتروني. انواع التسويق الالكتروني، يوجد نوعين من التسويق الالكتروني، التسويق النشط والتسويق غير النشط. طيب الان بتكلم عن التسويق النشط. الان انت لو بغيت تفتح مشروعك الخاص وتسوقه الكترونيا على ارض الواقع، راح تحتاج الى مكان للبيع، راح تحتاج الى عمال، راح تحتاج الى بضاعه وغيرها. طيب بتفكر فيها كم عدد ساعات العمل اللي راح تشتغل فيها؟ هل بامكانك تفتح 24 ساعه؟ هذا على ارض الواقع. اما عن طريق الانترنت لا، راح تكون مفتوح بيكون مفتوح موقعك 24 ساعه من خلال ان الشخص يدخل على موقعك الرابط الالكتروني ويدخل على السلعه ويعرف نوع السلعه وسعرها وميزاتها في اي وقت، يعني يدخل الساعه 3 الفجر 4 الفجر مو مهم، يدخل على الموقع يدخل. اوكي طيب ايضا من ميزه التسويق الالكتروني انه يساوي بين صاحب راس المال الكبير وصاحب راس المال العادي، ويوجد في التسويق الالكتروني شفافيه كبيره جدا. يعني انت تشوف السلعه اللي عندي في الموقع تروح تقارنها بسلعه في الشركه الام، مثل مواصفات الجوالات اللي عندي تروح تشوف السعر هل انه مناسب لك او لا. طيب مزايا التسويق الالكتروني، يوجد مزايا عديده جدا جدا للتسويق الالكتروني. لا قيود على الشبكه، مثل ما قلت ما تكلمتوا انه في اي وقت في اي ساعه تقدر تدخل على الرابط الموقع حق الموقع الالكتروني وتتصفح. ربط مستمر بالعملاء 24 ساعه مثل ما تكلمتوا. امكانيه استخدام اي لغه مع اي لغه، سواء كانت عربيه انجليزيه، مع اي مستخدم مع اي مستهلك يوجد. طيب كيف تجذب عملاء لاعلانك وتسوق او تسوق مشروعك الخاص؟ خصائص الشبكه وما تقدم من خدمات العملاء. اذا انت موقعك او تسويقك الالكتروني وش يقدم للعملاء، وش اللي يجذبهم لك، وش تقدم لهم من خدمات، مثل خدمات ما بعد البيع او خدمات مثلا التوصيل وغيرها. مصادر الجذب للعملاء اللي تكلمت عنها، مدى استخدام الرسوم والصور والاشكال التي تجذب المستهلك. اسباب فشل التسويق الالكتروني، عدم وجود معلومات مشوقه للعملاء تربط منافسيهم، عدم التفاعل مع رسائل العملاء بشكل مباشر. اذا يعني انت لازم تفرق بين العميل المميز عندك والعميل غير المميز، وعدم تحديث المعلومات. اخيرا عيوب التسويق الالكتروني، يعطي نجاح ولكنه يعبر عن الفشل بصوره اقوى. لا يمكن التنبؤ بتكاليف او تبريرها، يعني انت تحط مشروعك بس ما تدري كم كلف كم. وانه يصلح بعض المنتجات وليس جميعها، يعني مثل المنتجات الالكترونيه وغيرها، المنتجات الغذائيه وغيرها اتوقع ما يصلح. وصلى الله وسلم وبارك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.